بسم الله الآن يقرأ الطالب رزقي حفظه الله تعالى ابدأ حفظك الله قال العلامة بدر سليمان الجمجمي رحمه الله تعالى المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور نوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد لكنها قسمان قسم يرغما فيه بلة بين علما إلا إذا كلمة فلا ترغم كان يسمى سنوان فلا وثاني إدغام بغير قلنا بالله والرسول مكارنا وثالث إكلاب عند البلاء ممن بيقنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الواجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها سرز سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا بكرم قد أفضلنا أحفظ نون والمئة المسلمين وغن بمن ثم نونا شديدا سمي كل حرف غنة بدا أحكم ميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينات لذي الهجاء أحكم هذا لا ساكن من ضرب إخفاء إرغم وإرهاب فقال فالأول إخفاء عند الباقي وسميه الشفي أو للقرائي وسميه وسمي إرغما صغيرا يفتى وثالث الإظهار في البكية من أحرف وسميها شقية وقلنا بواو وفاء تختفي لقربيها والاجتهاد فعلي حكم لام الولاء نعم للام الحلال قبل أحرفي أولاهما إذا هو فتعرفي قبل البعض من بدقي حجة وخفتنا سالما إرغامها في أربعين وعشرة أيضا ورمزها فعلي بسم بسر من تخصص الزارع دعسوا لا ضمير الشهر فن القرار ولما الأولى سميها قمرية ولما الأخرى سميها شمسية وأظهر لنا فعل مطلقا في نحو كل عام وكل والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في صفات والمخارج اتفى أفان فالمثلان فيهما أحا وإن يكون مخرجا أقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج في حقيقة بالمتجانسين ثم إمساكا أول كل فالصغيرة سميا أو طريق الحرفان في كل فقول كل كبير مفهوما من الوصول أقسام المد والمد عصري وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف للكلام بل أي حرف غير حمز أو سكون
العدم فالطبيعي يكون والآخر فالعين موقوف على سبب كاهن أو سبل مسجلا حروفه ثلاثة فعيها باللفظ وإن وحي في رقيها والقسر قبل وقبل وأيضا شرط وفتح قبل ألف من كذب ولين منها يواو سقنا الانفتاح قبل كل قعدنا أحكام المدح لمن أحكام ثلاثة تدور وهي الوجود والجواز والنزول فواجب إن جاء همز بعد من في كلمة وذا في المتسر وعاد وجائز مد وقصر إن تصير قل بكلمة وهذا المنفسير ومثل جاء العرب سكون وقفا كتعلمون نستعين أو كلم الهمز على مد وذا بدل كأمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون حصلا وصلا ووقفا بعد مد سهلا أقسام المد اللازم أقسام اللازم إن لديهم أربعة وتلك الكلم وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون مثلما مع كلمة وقاء أو في كلمة الحروف وجدا والمد واسمه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن قدما مخفف كل إذا لم يلغما ولازم الحرفي أول صور وجوده وفي ثمان حصار يجمعها حروف كم عسى النقاص وعينه وجهين والنور أخار وما سوى الحرف ثلاثي لا ألف وما سوى الحرف ثلاثي لا ألف فمدوه مدا طبيعيا أليف وذب أي بفوات السواب بلفظ أي طائر قد أصار ويجمع الفواتح الأربع عشر سير فصوح أيضا من قطع قد الشهر خاتمة التحفة وتم له بحمد الله على تمامه بلا زناكي أبيته لن بدل ذنها تاريخه بشعر من يتقنها ثم صلاة وسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل وصحبه وكل من